نناقش في حلقة الليلة بحثا وتحليلا هذين الملفين، بين بحث تأجيل الانتخابات ومطلب رحيل بوتفليقة، أين يقف الجيش الجزائري وكيف سيرجح كفة الوطن؟ تهديد أمريكي وتمسك تركي، فهل تكون صواريخ الاس 400 سببا لانهيار علاقات دولتي الناتو؟ لأسبوع ثالث خرج الجزائريون ضد الولاية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، ومن راهن على تراجع زخم الشارع خسر أمام تصميم المحتجين على تحقيق مطالبهم، حيث التحقت بالحراك فئات اجتماعية وسياسية جديدة في مقابل تصدع في جبهة الموالاة، بل لم تعد تحركات الحزب الحاكم وبقية المؤسسات السياسية ذات وزن بالنسبة للمتظاهرين، في حين ينتظر الجزائريون من المؤسسة العسكرية حسم موقفها وهي الضامنة لاستقرار البلاد منذ 20 عاما. لكن الأهم هو أنه حتى هذه اللحظة لا تزال تصريحات وبيانات رئيس الأركان نائب وزير الدفاع قايد صالح تؤول بأكثر من معنى، فمتى ستتخذ المؤسسة العسكرية موقفا يرجح كفة أحد الطرفين؟ وكيف يمكنها أن تنهي الأزمة؟ وماذا ينتظر القائد صالح أكثر من مشهد مظاهرات الجمعة المتتالية ليحسم أمره؟ وأخيرا، هل يتخلى القائد صالح عن علاقاته الوطيدة بقصر المرادية في مقابل إعلاء مصلحة الوطن؟ انحياز الجيش للشعب المطالب بطي صفحة حكم بوتفليقة، في حين يرى آخرون أن رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يعد الذراع اليمنى للرئيس بوتفليقة وحارس نظامه الأمين، وتمكن خلال 15 عاما في منصبه كرئيس للأركان من إحباط عدة مخططات للإطاحة بالرئيس بوتفليقة. ففي 2013 أفشل مخططا لقيادة الاستخبارات السابقة، تمكن صالح من الإطاحة بعدد كبير من كبار ضباط الاستخبارات حاولوا الإطاحة بالرئيس خلال وجوده في فرنسا لتلقي العلاج من الجلطة الدماغية، كما قام قائد صالح بإقالة عدد من قادة الجيش اتهموا في قضايا فساد، وأحال البعض الآخر إلى التقاعد. قرارات وصفت بعملية إقصاء لكل المعارضين لاستمرار بوتفليقة في الحكم رغم عجزه. الولاء الكامل للجيش الجزائري للرئيس بوتفليقة طيلة حكمه لم يكن موضوع نقاش بين الجزائريين، لكن غليان الشارع ودعوات العصيان المدني يزيد الضغط على المؤسسة العسكرية إلى حسم موقفها من الأحداث الدائرة. وفي انتظار الخطوة التالية للجيش، تبحث الدائرة المغلقة للرئيس بوتفليقة وفق مصادر خيار تأجيل الانتخابات لمواجهة حراك شعبي لم يطالب بالتأجيل، وإنما بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وفتح صفحة جزائرية جديدة بوجوه جديدة. وللوقوف على تفاصيل المشهد ينضم إلينا من الجزائر خالد بو نجمة، رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء. سيد خالد، يعني في أقل من 24 ساعة مما حدث في الجزائر ما يلي: مظاهرة بالأمس وصفت بالمليونية، قوة في المعارضة تعلن
عصيانا مدنيا وإضرابا عاما لخمسة أيام متتالية، امتداد وقفات احتجاجية إلى جنيف لجزائريين وجالية جزائرية هناك. تقارير صحفية تشير إلى أن حالة الرئيس بوتفليقة غير مستقرة. الأمن يلقي القبض على 196 محتج أو متظاهر، وهناك إصابات أكثر من 110 مصاب من عناصر الأمن. كثيرون يتساءلون أين سيكون الموقف ومتى سيكون الموقف الحاسم للمؤسسة العسكرية الآن قبل الغد. تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم وأشكر كل أمة العربية وأشكر كل من يتبع الحادث في الجزائر. اليوم نحيي كل مؤسسات الأمن وعلى رأسهم الجيش، لأن ربما الشيء الوحيد اليوم عند الشعب الجزائري هي رؤية وعطاء أفكار لكل الشعوب العربية، لأن المسيرة سلمية ويطالب حقوقه ويطالب بتغيير النظام. وهذا كان ترشح سيد فخامة رئيس الجمهورية، كان بعث رسالة إلى الشعب الجزائري، في رسالة لأن تكون الاستقرار، ويحيي كل الشعب الجزائري بالمناسبة دا 8 مارس. وهذا اليوم الشعب الجزائري من حقه كجزائريين وكل جزائريين للتغيير، وهذا نادى به الشعب الجزائري، وهذا يعطي كل ما هو جديد في المستقبل للجزائريين حتى من يقود الجزائر. وهذا هو الشيء اللي يخلي اليوم الجزائريين فرحانين في عرس، وعرس كبير. المؤسسة دا الجيش محايدة مع الشعب الجزائري، الأمن مع الشعب الجزائري، رئيس الجمهورية مع الشعب الجزائري، حتى وغايب أفكاره في الجزائر. واليوم يطالب الشعب الجزائري بالمناسبة، لأن حتى يكون في مسيرة سلمية، حتى لن تكون بعض من الأشخاص لمس بالمسيرة. طيب. ولكن هذه المجموعة اللي تتكلم عليها هي مجموعة قليلة. اضطروا إلى المقاطعة، اضطروا إلى مقاطعتك سيد خالد، اضطروا آسفا إلى مقاطعتك. لا نتحدث طبعا عن وطنية المؤسسات، بالتأكيد هذه المؤسسات كلها وطنية. لا نتحدث عن النوايا، لا نتحدث عن الأمال، نتحدث عن واقع، نتحدث عن رصد لأزمة حقيقية في الجزائر الآن. أسألك، كثيرون يتساءلون معنا، أما آن الأوان لكي يحسم الشعب الجزائري، الجيش الجزائري موقفه الآن؟ تفضل. الشعب الجزائري من حقه اليوم الانتفاضة للشباب، والشعب الجزائري كله كجزائريين من حقهم الممارسات دع السلطة اللي كانت تمارس مع الشباب ومع المجتمع الجزائري، لأن لن تعطي صورة لتشرف المجتمع. وهذا المجتمع اليوم يطالب برئيس الجمهورية، لن تكون العهدة الخامسة. هذا رأي شباب ورأي الشعب. والدولة الجزائرية الحمد لله اليوم هي عندها نظرة للمستقبل، وكل جزائريين احنا اليوم نفرحوا بشبابنا، نفرحوا بشعبنا، نفرحوا بالجزائريين، لأن مسيرة سلمية يطالب بها التغيير. اليوم نظن باللي أنا غدا إن شاء الله أو بعد غدا يكون التغيير جذري، يكون إن شاء الله تغيير في الجزائر، ونظن الشعب الجزائري راح يحتفل عرس آخر إن شاء الله بالجزائر والجزائريين. ربما هذا الشيء للسلطة والدولة الجزائرية لحقت الرسالة، لحقت الرسالة دع الشعب الجزائري واش كان يعاني من معاناة. طيب. اجتماعية اقتصادية. طيب. وسياسية. إما ما تقول المعارضة اليوم، تقول المعارضة قالت من هذا عدة سنوات ولا تفعل شيء، ولا تفعل شيء. طيب سيد خالد، سيد خالد، سيد خالد، الموجد على الشباب، سيد خالد، لا أحدثك، لا أحدثك سيد خالد، أرجو أن تسمعني، أرجو أن تسمعني سيد خالد، لا أحدثك عن المعارضة الحزبية، أحدثك. طيب شكرا جزيلا لك. أحدثك عن حراك في الشارع، أحدثك عن تظاهرات توصف بالمليونية، أحدثك عن خروج واحتكام إلى الشارع رفضا للعهدة الخامسة، بعد رسائل للرئيس بوتفليقة من جنيف، وبعد رسالتين لأعلى قيادة في المؤسسة العسكرية في الجزائر لرئيس الأركان. أحدثك عن أن الشارع ربما لا يتفهم وجهة نظرك التي تدعو إليها، وأنا أحترمها كثيرا، لكن سؤالي، أما آن الأوان للمؤسسة العسكرية أن تحسم أمرها علانية صراحة؟ تفضل. الآن المؤسسة العسكرية اليوم هي
موقف الشعب الجزائري. وهي اليوم الموقف الجيش العسكري الجيش الجزائري هو اليوم الاستقرار تاع الوطن والاستقرار تاع البلاد، ولا يكون مع الشعب الجزائري. لا كان الشعب الجزائري اليوم مطلب من رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية كان قدم رسالة للشعب الجزائري وطلب منه لمرحلة معينة لتسليم السلطة في يد الشباب الجزائري، هذا شيء فمفروغ منه. اليوم احنا كشعب الجزائري كلنا ننادي للتغيير وكلنا في المسيرات، لأن الشعب الجزائري ينادي للتغيير حقيقة، تغيير عمق. والإصلاحات اللي كانت هذه مدة 5 سنوات لن تكون إصلاحات. اليوم الشعب الجزائري ينادي للخير لهذا الوطن، لأن ليس هو ضد رئيس الجمهورية، لأن حب في رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية بلغ شعبه برسالة أنا إن شاء الله نكون لمرحلة معينة لنسلم هذا الوطن ونسلم هذه البلاد طيب. يد الشباب في المستقبل. سيد خالد، سيد هذا خالد. هو الشعب الجزائري سيد خالد. يحتفل بالجزائر طيب. يعني فقط أحتاج إلى نعم. توضيح أمرين. الأمر الأول نحترم كثيرا وجهة نظرك وآسف للمقاطعة، لكني بحاجة إلى الحصول على توضيحات أكثر. لذلك سأسألك، وهل الأوطان يا سيد خالد تدار وتحكم بالمحبة كما تقول إن الجزائريين يحبون بوتفليقة؟ يا سيدي على فوق رأسنا بوتفليقة طبعا، لكن هل الأوطان تحكم بالمحبة؟ تفضل يا أستاذ. اليوم الشعب الجزائري له كلمة بينه وبين رئيس الجمهورية، وكان بلغ رسالة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية الآن يستجب للشعب الجزائري. الآن رئيس الجمهورية ليس له فيه عهدة خامسة، رئيس الجمهورية قال للشعب الجزائري أنا ليس في عهدة الخامسة، أنا الآن في الاستقرار دع البلاد. لماذا خرجت مظاهرات الأمس؟ ويحافظ على الوحدة. لماذا خرجت مظاهرات الأمس؟ مظاهرات هذا نحن من المظاهرات، نحن كلنا شعب الجزائري ظهرنا من أجل الوطن وحب للوطن والاستقرار الوطن لتغيير بعض الوجوه اللي هي دير الفساد في الجزائر. يعني رئيس بوتفليقة دعا رئيس بوتفليقة دعا إلى رئيس بوتفليقة دعا إلى هدوء الشارع، رئيس بوتفليقة دعا إلى هدوء الشارع ودعا إلى الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي، ووعد بأنه لن يكون طرفا في الانتخابات القادمة، ودعا بانتخابات مبكرة قبل عام، وخرج الجزائريون بالأمس. هل خرجوا تأييدا لما دعا إليه الرئيس بوتفليقة سيد خالد؟ لا، الشعب اليوم راه يطالب في التغيير، وراه يطالب في التغيير جذري، وهذا هو الشعب الجزائري اليوم. والرسالة لحقت إلى السلطة، إلى مؤسسات الدولة الجزائرية. الشعب يريد التغيير، يريد التغيير في كل المؤسسات، ليس في رئيس الجمهورية، لأن الشعب الجزائري عانى اجتماعيا اقتصاديا سياسيا، وهذا الشباب انتفاضة من أجل هذا الوطن وحب للوطن. طيب. كانش غيور قد الشباب اللي كان في الشارع أمس. طيب. لأن غيور على وطنه وحب وطنه. ابقى معنا ابقى معنا سيد خالد. رئيس الجمهورية حب في رئيس الجمهورية. طيب ابقى معنا سيد خالد. تنضم إلينا عبر الهاتف من باريس الكاتبة الجزائرية المعارضة سنهاجة أخروف. سيدة سنهاجة، وأرجو أن أكون أنطق الاسم بشكل سليم، يعني نتساءل عن الموقف الحاسم للمؤسسة العسكرية لترجيح كفة من الطرفين، إما أن يقول أنا مع بوتفليقة إلى آخر مدى ولا مناص عن وجود بوتفليقة لمدة عام، أو يقول أنا مع الشارع في تغيير الرئيس بوتفليقة. تتوقعين أين ستأتي هذه اللحظة ومتى؟ ألو، أنت على الهواء، تفضل. اسمح لي، ما سمعت السؤال كويس. طب أين ومتى سيضطر الجيش الجزائري أن يكون أكثر وضوحا في انحيازه لطرف من الطرفين، للرئيس بوتفليقة أو لمظاهرات الشارع؟ هو يعني السؤال مش سهل، لأنه الجيش ماشي كتلة موحدة، يعني اسمه عبد الحميد أو محمد، الجيش هو مختلف، يعني حتى في الأفكار كان الجيش كمية من الجيش اللي كانت تساند الحركة ضد الإسلاميين، وكانت طرف من الجيش يساند الإسلاميين، إذا مش هي كتلة واحدة.
إذا ما دام هي مش كتلة واحدة الجواب على هذا مش سهل، مش سهل وما يتوضح حتى تتوضح الأمور. أنا أظن يعني كنت نسمع الإنسان اللي كان متدخل ضيفنا أستاذ خالد بو نجمة رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، هو ضيفنا من الجزائر، تفضلي يا فندم. هو يعني يقول بأنه الرئيس بوتفليقة، أنا موافقته، يعني الشعب الجزائري ما عندوش شيء ضد بوتفليقة كشخص، عنده شيء ضد بوتفليقة كأنه رئيس لا يستطيع أن يحكم البلاد. كيفاش يحاول باش يحافظ على البلاد يعني وعلى استقرارية البلاد، وهو استقرارية الصحة نتاعه ماهيش قادر. سيدة سنهاجة يعني. طيب سيدة سنهاجة، ضيفنا كان يقول إن الرئيس بوتفليقة قال استمعت إلى ما يريده الشارع الجزائري، لن أكون رئيسا طوال العهدة الخامسة، فقد اعطوني فرصة لتداول السلطة، انتخابات مبكرة قبل نهاية عام، لن أكون طرفا فيها بما يحفظ استقرار الجزائر، تفضل. لكن هذه الاستقرار الصحة العقلية والفيزيائية نتاع الرئيس مش مستقرة، كيف هذا الرئيس يحاول باش يقرر البلاد؟ اكيد انه يعني احنا في فيلم، الناس في واقع، ماشي في واقع. هو الانسان هذا بكل احترامات الانسان مع اختلافاته السياسيه، لكن احترمه كمناضل، حتى فيه كان فيه بعض الايجابيات في حكم بوتفليقه، لكن حكمه هلا حكمه اكتفى لانه في ما يقدر يعني يرد على استقرار البلاد اذا هو ماهوش مستقر صحيا. طيب والا تتخوفين من عدم جاهزيه البديل للرئيس بوتفليقه؟ هذا يعني سؤال دائما الحكومه كانت تطرح لنا، اذا مانيش انا هي يا اما ترجعون كسوريا يا اما هم الاخوان المسلمين. لا كان البديل أكيد إذا درنا انتخابات يوم في أفريل 19 يطرح مشكل كثير، لأنه منذ أكثر من 20 سنة لم نمارس الديمقراطية، لأن هو البديل هو أنه تأخير الانتخابات، نأخذ حكومة مؤقتة من كل الشخصيات الإيجابية من التيار اليساري حتى الإسلاميين يقوموا بتحضير الانتخابات اللي لازم تكون مما سنتين، من قبل سنتين أكيد ما كانش بديل. طيب سيد خالد بو نجمة، ذلك أيضا سؤال وجيه الذي طرحته ورؤية وجيهة طرحتها ضيفتنا سنهاجة، لماذا الإصرار على الرئيس بوتفليقة وهو مريض؟ يعني لا ننال من الرجل، لا ننال من ماضيه، نتحدث عن إيجابيات ونتحدث عن يعني أشياء طيبة للغاية قدمها للجزائر، إنما هل الجزائر ذات 42 مليونا متوقفة على شخص؟ والله فأشكر الأخت وأشكر كل المناضلة من أجل الرؤية تاعها، ومن حقها أن تكون في الفضاء لتتكلم كلام طيب للشعب الجزائري. طيب. ولكن اليوم سيد رئيس الجمهورية كان مجاهد وقدم تضحية، لأن تعرف الشهامة تاع الشعب الجزائري، الشعب الجزائري لن يقبل واحد محقور. ولكن اليوم احنا كيفاش تكون الجزائر في المستقبل؟ المستقبل تاع الجزائر لازم يكون بين رجال والناس، للسلطة هذه تتسلم للشباب، لأن اليوم ما نقدروش نكونوا ضد الدستور أو ضد القوانين الجمهورية الجزائرية. إذا كان اليوم الشعب كله يقول لا للعهدة الخامسة، استجب رئيس الجمهورية قال لا للعهدة الخامسة. ولكن اليوم الشعب الجزائري يريد الخير لهذا الوطن. أنا أظن كل الشباب وكل الشعب الجزائري لا يريد إهانة الرئيس الجمهورية، ولكن اليوم رئيس الجمهورية اجتهد وقال للشعب الجزائري طيب. أنا في حتى مرحلة أفهم. لنسلم حتى أفهم للشعب الجزائري وللشباب الجزائري. حتى أفهم سيد خالد، أنت تقول ما معنى الآتي، أنت تقول الآن ما معنى الآتي، الإصرار على وجود الرئيس بوتفليقة هو من باب التكريم للرئيس بوتفليقة، هو من باب الوفاء
للزعيم بوتفليقة ربما ليس من باب مصلحة الوطن. لا، هي مصلحة الوطن للشعب الجزائري، مصلحة الوطن وللتاريخ، حتى نكون كشعب جزائري نريد الخير لهذا الوطن. ورئيس قدم تضحية من أجل هذا الوطن، هو صغير وكبير وضحى، وصبحت الجزائر اليوم في الأمم، وصبحت الجزائر اليوم في اقتصاد، وصبحت الجزائر اليوم لا ننكر ما قدمه رئيس الجمهورية للجزائريين. وهذا للشعب الجزائري ما عندوش نكرة ضد الرئيس. اليوم الشعب الجزائري يقول الرئيس حذاري حذاري من المافيا. اليوم رئيس الجمهورية، نظن غدا إن شاء الله تراه رئيس الجمهورية على قاية الحياة، ويكون التغيير إن شاء الله قبل 13 مارس. إن شاء الله بإذن الله إلى حب ربي. سيدة سنهاجة، يعني الجزائريون عاشوا مع الرئيس بوتفليقة 4 ولايات رئاسية، ما المشكل في أن تكون 4 ولايات وعام؟ المشكل هو أنه في حتى الأربع يعني في 20 سنة، ممكن ال5 سنوات الأولى أدى واجبه، يعني كان الاستقرار الوطن، وكان يعني كان فيه إيجابيات. المدة ال5 سنين كذلك، لكن من بعد 10 سنين أبدا باش يكون فيه إيجابيات أبدا، وإحنا عايشين هذاك الشيء. طيب اختلافا على أنه صبرتم 10 سنوات يا سيدة سنهاجة، على حد قولك يعني أو وجهة نظرك، صبرتم 10 سنوات، ما الضرر في أن تكون 11 سنة؟ لا، هذا مش 11 سنة، 21 سنة. يعني من بعد 10 سنوات كنا ننظروا باش ما يكونش العهدة الثالثة وما تكونش العهدة الرابعة. يعني لو كان كنا في بلد ديمقراطي ما كانت تكون فيه المهزلة اللي فيه. احنا رجعنا مهزلة في العالم، العالم كله يعني مضحكة في العالم. كيفاش يعني إنسان في 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 كرسي ما يتكلمش، هو الإطار، هو يعني الصورة تاعه هي اللي تروح تصوت، ويقولوا لنا باللي أنه ممكن في هذه السنة يعدل. لا يا أخي، بكل احتراماتي ما نعرفكش، يعني على كل ضيفي تاعكم يعني سمحني، هو الإنسان هذا بوتفليقة ربي شفيه، إن شاء الله يعطي له كل القدرة الصحية باش يموت بعقله. يعني هو أكيد أنه ما هوش بوتفليقة هو اللي راه يكتب في هذه الرسائل. طيب، حتى ما يقدرش يتكلم هذا الرئيس بوتفليقة. كيفاش تتصور أنه هو يعطي أمور، يعني أوامر ما يقدرش حتى يأخذ ملعقة ويأكل. لكنه وجه رسالتين إلى الشعب الجزائري. وجه الرئيس بوتفليقة رسالتين إلى الشعب الجزائري. أي رجال يعني بوتفليقة هو اللي كتبهم، أنا ظني هكذا يعني. لا 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 لا، هذه هي المهزلة، المهزلة. يعني هذه الحكومة، يعني حبيت نقول لهذا الأخ اللي راه الضيف نتاعكم، يا أخي كفى مهزلة، خليه الإنسان يموت. طيب، في الكرامة، يعني خليه يموت في الكرامة، حبس كل شيء، ناقص كل شيء، وناخذ ندير كلام سياسي ومناقشات مع الشارع طيب. في هذه النقطة سيدة سنهاجة، يعني إذا كان حسب وجهة نظرك أو معلوماتك، الله أعلم، يعني إذا كان رئيس بوتفليقة هو لم أو لا يستطيع حتى أن يكتب رسالته إلى الشعب الجزائري، وكان هناك مجموعات حوله تستطيع أن تقوم بذلك، ألا تستطيع هذه المجموعات أن تنقل السلطة إلى صفوف جديدة في غضون عام بشكل مستقر للبلاد؟ لا لا، هذه الجماعة اللي مع بوتفليقة هي أنها تحاول تأخذ الوقت تاع سنة كيف تهرب الأموال وكيف تقرر مصير أولادها من خارج الجزائر. ليس ما هوش بحاجة إلى سنة من أجل حاجة الشعب الجزائري. بالتأكيد بالتأكيد سيدة سنهاجة، بالتأكيد ما تقولينه بالتأكيد غير مبنية على معلومة، بالتأكيد. أكيد يعني أنا حتى يعني يعني الواقع هو أنه في سنة يعني من بعد الاستقلال الجزائر بلد يعني غني يا أخي. احنا اصبحنا البلد البارح في المظاهرات هنا
يعني صغار عندهم 16-17-18 سنة ليحين راحهم في البحر لأنهم ما عندهمش مستقبل في الجزائر. طيب سيد ابقي معنا ابقي معنا سيدة سنهاجة لو تسمحي. الجزائر بإمكانيتها تعيش المغرب وتونس، احنا الجزائريين ما همش معيشينهم. طيب. لأنه كل الأموال تاع الجزائر استولات عليها الحكومة. احنا نريد الأمة العربية كلها تعيش بعضها بعضا، يعني 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 لا لا تفاخر يعني في ذلك، اعتقد ظني هكذا يعني. طيب استاذ خالد اسالك هذا السؤال وهو بريء من اي يعني من اي شيء يسوءه سوى المعلومة الصحفية، لماذا يتردد حاليا في الجزائر كثيرا اسم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة؟ احترام للأخت بتدخل تاعها، واحترام لكل واحترام للقناة، لأن دولة الجزائر دولة المؤسسات، ونحافظ على مؤسسات دولة جزائرية، ونحافظ على الاستقرار الجزائر، لأن الاستقرار الجزائر خلص ثمن غالي الشباب الجزائري والجزائريين. فاليوم نحافظ على الجزائر ونحافظ على الوحدة، لأن رئيس الجمهورية قدم ما عليه. طيب. هو اليوم مريض حقيقة، وقال للشعب الجزائري فأنا لا نكون كما كنت. اليوم لكان اليوم يشكوا في الرسالة دع المؤسسات دولة جزائرية ويشكوا في الدولة، هذا لا حتى ولا كان اليوم رئيس الجمهورية ما يزيدش، راح ينزيدوا في مرحلة معينة، راح ينزيدوا عام وعامين. سيد خالد ربما نروحوا بطريقة قانونية. لضيق الوقت أسألك عن السعيد بوتفليقة، ومعك دقيقة ثانية يعني تفضل. بوتفليقة يعود غدا إن شاء الله للجزائر إن شاء الله، ويكون مع الجزائريين ومع الشعب الجزائري، ويسمع لشعب الجزائري ما يريد الشعب، واللي يقولها الشعب الجزائري بوتفليقة راح يكون يتبقها إن شاء الله بإذن الله. طيب ينضم إلينا كذلك من باريس العاصمة الفرنسية زين الدين تشنا المحلل السياسي الجزائري. سيد زين الدين الآن أكثر من رأي، لكن السؤال هو ما الضرر في أن يستمر الوضع على ما هو عليه لمدة عام كما تعهد بوتفليقة حفاظا على استقرار البلاد والعباد، ومن ثم لكل حادثة حديث؟ لا 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 يمكن أن يستمر، لا يمكن أن يستمر لسنة أخرى. لقد قال نفس الشيء في 2014، عندما ذهب للعهد الرابعة. يعني نحن نعلم كلنا كجزائريين بأن العهد الرابعة اغتصب الدستور أيضا في الثالثة لكي يصل إلى الرابعة، وفي الرابعة قال بأنه سوف يذهب، سوف يسلم المشعل للشباب، ولكن هذا لا يحدث. إذن هذا كذب فقط، وهو احتيال على الشعب الجزائري لكي تبقى هذه العصابة في السلطة. هناك شيء جيد، يمكن هناك شيء يعني أريد أن أقوله، هو فقط المشكل لا يكمن فقط في بوتفليقة، لكن الشعب الجزائري يريد أن يرحل هذا النظام. ما معنى يعني أن يرحل هذا النظام؟ لأن الشعب الجزائري ليس فقط هو ضد العهد الخامس لرئيس بوتفليقة، وإنما ضد نظام بأكمله، وهذا يعني إنه ضد الفساد. وما هو البديل يا سيد زين الدين؟ ما البديل؟ البديل هو البديل، يعني اسمح لي أستاذ، يعني أريد فقط أن أقول شيئا. في بلد يمتاز بديمقراطية سطحية، ما تعني الديمقراطية السطحية؟ يعني مثلا كدكان، الدكان الذي يعني فيترين هي ديمقراطية، ولكن بالداخل هي ديكتاتورية وفساد بأتم مع المكان. الحل هو اليوم هو إلغاء هذه الانتخابات الرئاسية، لأننا في ديمقراطية سطحية لا يمكن أن تكون انتخابات رئاسية نزيهة. كيف أن نذهب إلى، ولهذا أدعو أيضا المرشحين كعلي غديري مثلا إلى الانسحاب، لأنه لا يمكن أن تجرى انتخابات رئاسية نزيهة في بلد يمتاز بديمقراطية سطحية، لا يمكن. وهل الديمقراطية ستأتي إلى الجزائر في شهر، في سنة، في سنتين سيد زين الدين؟
لهذا يعني الشعب الجزائري أظن أنه يريد، يعني الشعب الجزائري لا يريد هذه الانتخابات، وهذا يعني عامة الشعب. كل الناس الذين خرجون سواء في 22 سواء في 3 مارس سواء في أمس، كل الجزائريين لا يريدون هذه الانتخابات، إنما الجزائريين يريدون التغيير وإصلاحات. وهذه التغييرات والإصلاحات تأتي بماذا؟ تأتي بمجلس تأسيسي والذهاب إلى جمهورية ثانية. لا يمكن حاليا، لا يمكن الوصول لا يمكن يعني أن نذهب بعيدا بهذا النظام الفاشل. نظام فشل منذ استقلال الجزائر، فشل وفشل فشل بعد فشل. إذن الشرط الأول هو ذهاب هذا النظام، ثانيا الذهاب يعني ثانيا هو مجلس تأسيسي وكيف أقول وإجراء تحدثت عن مجلس عن مجلس انتقالي يعني. طيب شكرا لزين الدين شنا المحلل السياسي الجزائري، كنت معنا من باريس. كذلك نشكر ضيفنا في الجزائر السيد خالد بونجمة رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء في الجزائر، وكذلك كانت معنا عبر الهاتف الكاتبة الجزائرية المعارضة سنهاجة أخروف، أيضا كانت معنا من باريس. متواصلون معكم في وراء الحدث ونتابع بعد الفاصل. هل تعجل الاس 400 الروسية صدام أنقرة وواشنطن بعد أسابيع من التقارب في الملف السوري؟ أهلا بكم من جديد. أنقرة وواشنطن علاقة أعقد من أي وقت مضى، ومحاولات من الطرفين لتجاوز خلافاتهما لكنها سريعا ما تفشل. الأسباب متعددة، غير أن الملف السوري والعلاقة بموسكو أكثر سخونة. فبالنسبة لتركيا، دعم واشنطن لأكراد سوريا طعنة لا تنسى وخطر لا ينفع التغاضي عنه. وبالنسبة للإدارة الأمريكية، تقارب تركيا مع روسيا بشكل شبه كامل في سوريا غير مرغوب فيه. أما شراء منظومة صواريخ إس 400 فخط أحمر وخطيئة ارتكبتها تركيا، لابد أن يكون لها تداعيات خطيرة على حد تعبير البنتاغون. ورغم كل التهديدات، فأنقرة عازمة على نشر المنظومة في أكتوبر المقبل غير آبها. فهل مخاوف واشنطن مرتبطة بتفوق إس 400 على الباتريوت؟ أم بنشر أنقرة للمنظومة وهي دولة عضو في حلف الناتو؟ وكيف وأين ستظهر العواقب الخطيرة التي حذر منها البنتاغون؟ وهل إتمام صفقة صواريخ إس 400 يمكن أن يكون سبباً لانهيار علاقات البلدين في عهد ترامب وإردوغان؟ أمريكا قد تضع تركيا في خانة الأعداء، رسالة واضحة وجهتها واشنطن لأنقرة إثر إصرار الأخيرة على شراء صواريخ إس 400 الروسية السنة. حذرنا تركيا بوضوح من أن امتلاكها المحتمل لنظام إس 400 سيؤدي إلى إعادة تقييم لمشاركتها في برنامج إف 35 والمخاطرة بعمليات نقل الأسلحة المستقبلية المحتملة إلى تركيا. ذلك سيؤدي إلى احتمال فرض عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا. الكونغرس والبنتاغون والخارجية والبيت الأبيض يتحدثون بلسان واحد في الشأن التركي، وهذا يندر حدوثه في واشنطن خاصة في عهد ترامب. وكشف مشرعون أن بلدهم أعطت لتركيا بدائل أخرى ولكنها غضت الطرف عنها. كانت هناك جهود ومحاولات لتشجيع تركيا للنظر في بدائل أخرى، وعرضنا عليهم في يناير الماضي شراء نظام باتريوت، وأعطينا لهم مهلة حتى نهاية مارس، ولم يبتوا في الأمر حتى الآن. عقوبات أمريكية أخرى تنتظر تركيا، ويحمل المشرعون هنا إردوغان المسؤولية عن تدهور العلاقة الأمريكية التركية، ويتوعدونه ما لم يتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية. تركيا تتجه بنفسها إلى منطقة سيئة للغاية، منطقة ليست في حاجة للوصول إليها. هم يذهبون لروسيا للحصول على النظام الصاروخي، حليف في الناتو ينسق مع روسيا. هذا يوضح إلى أين يتجه أردوغان. الكونغرس لا ولا يقف متفرجا على هذا الأمر.
الاقتصاد التركي كاد أن ينهار بسبب احتجاز أنقرة لمواطن أمريكي واحد أفرجت عنه لاحقا إنقاذا للموقف. الأزمة الآن أكبر وأكثر تعقيدا مع احتمال فرض عقوبات على تركيا ووضعها في خانة أعداء أمريكا إذا ما أصرت على تنفيذ هذه الصفقة. خالد خيري، الغد، واشنطن. وللوقوف على تفاصيل المشهد الحالي بين واشنطن وأنقرة ينضم إلينا من واشنطن محمد عويس الخبير في شؤون الشرق الأوسط، كما ينضم إلينا من إسطنبول هشام جوناي الكاتب الصحفي التركي. حبدأ معك سيد هشام، إصرار إردوغان على المضي قدما في صفقة الإس 400 تعني كثيرا، تعني أنه لا يأبه بمستقبل العلاقات مع واشنطن فيما يتعلق بالتسليح، أن تركيا غير مهتمة باستكمال مشروع أو برنامج الإف 35، كذلك أن أنقرة لديها تصور مريح لطبيعة الأوضاع في شمال شرق سوريا بعيدا عن التنسيق مع واشنطن. هل لديك تفسير لذلك؟ نعم، حقيقة تركيا متمسكة بصفقة الاس 400 لكي تضغط على الولايات المتحدة حقيقة كورقة ضغط لتكف واشنطن الدعم التنظيمات التي تعتبرها تركيا إرهابية المتمركزة لا سيما في شمال شرق سوريا وعلى الحدود التركية بشكل مباشر. هذه التنظيمات تعرف بأنها يعني الآن تهدف إلى تأسيس ربما دولة فدرالية مشابهة لما لشمال العراق للإدارة. سيد هشام، أنت تحدثنا عن قوات سوريا الديمقراطية، لا دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، أنت تحدثنا عن قوات سوريا الديمقراطية، عن قصد. نعم طيب. ولكن تركيا تعتبر هذه التنظيمات تنظيمات إرهابية، يعني لذلك تطلب من واشنطن أن تقوم بقطع الاتصال مع هذه التنظيمات أو هذه القوات يعني مهما كانت اسمها. ولكن أنقرة تنظر إلى هذه التنظيمات كتنظيمات إرهابية، لذلك تتمسك بخيار الأس 400 وتريد أن تقايض حقيقة واشنطن هذا الخيار، يعني تريد من واشنطن قطع العلاقات مع الأكراد والكف عن دعمهم مقابل أن تكف تركيا عن التقارب مع روسيا وإيران. لذلك أعتقد بأن يجب على الطرفين أن يراجعوا مواقفهما. لذلك لا، ثانية واحدة سيد، اسمح لي سيد هشام، اسمح لي سيد هشام، ألا تعتقد أن تركيا هي الطرف الخاسر في تلك المقايضة؟ ستخسر تركيا التسليح الأمريكي، ستخسر تركيا المقاتلات الإف 35، ستخسر تركيا كذلك نعم. حدودها أو الأمان على حدودها يعني. نعم نعم، يعني إذا ما نظرنا على معادلة القوى الكفة ترجح الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى، ولكن إذا ما ننظر في المستقبل فتركيا ستخسر وحدة أراضيها. يعني عندك كم كبير من الأكراد في تركيا، 15 مليون كردي، يعني إذا ما ثاروا هؤلاء ضد الدولة التركية فعندها تركيا ستخسر حتى كيانها كدولة في المنطقة. لذلك يعني تريد أن تبتعد عن هذا الخيار، لأن فعلا هذا أيضا شيء مطروح يعني يتم الحديث عنه في تركيا، إذا ما سمح لدولة فدرالية
إسرائيلية في شمال سوريا كما حدث في شمال العراق. نعم. فالدور سيأتي إلى أكراد تركيا، وهذا ما تخشاه أنقرة حقيقة في المستقبل. طيب. لذلك تتمسك بخيار العمليات العسكرية وتتقارب مع القوات التي تعتبرها الولايات المتحدة يعني منافس لها في المنطقة، مثل روسيا وإيران التي أصلا تعتبره عدوا لها. طيب سيد محمد عويس ضيفنا في واشنطن، لماذا ينزعج البنتاغون كل ذلك الانزعاج من صفقة تركية روسية؟ ما السبب يعني؟ يعني بداية الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية كانت عندما أسقطت الطائرات التركية طائرة روسية فوق الأراضي التركية وقتل الطيار. وبعد تلك العملية تخلى أولا الناتو تخلى عن تركيا ولم يقف بجانب تركيا، وبنفس الوقت كذلك سحبت بطاريات الصواريخ الباتريوت التي كانت موجودة تابعة للناتو ولبعض الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا. ألمانيا سحبت صواريخ الباتريوت من المنطقة، مما اضطر الأتراك للمصالحة، وأنا أظن حتى للتعويض للروس عن ما حدث بينهم، وحتى الإذعان لإملاءات روسيا وشراء منظومة S-400 المضاد للطائرات، لأن الأتراك أنا برأيي شعروا أن الغرب تخلى عنهم ومستعد حتى أن يحاربهم في المنطقة. لذلك يعني الموضوع ليس قصد لوحده، أو المشكلة مع سوريا أو في سوريا والحرب القائمة في سوريا والعصابات الإرهابية المتواجدة هناك. لذلك أنا أرى أن الموضوع يعني أكبر بكثير مما نظن، ولكن بنفس الوقت يجب علينا أن نعرف أن الرئيس الأمريكي له علاقة مباشرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودائما يعارض الرئيس الأمريكي كل ما يتقدم به الكونغرس الأمريكي من أجل وقف بيع الأسلحة لتركيا ووقف التنسيق العسكري والأمني مع القيادة التركية. لذلك يجب علينا أن يعني أن نراقب الوضع عن كثب، وخاصة أن الإقليم في هذه المرحلة يعني عدنا إلى المربع الأول ما قبل الربيع العربي 2011، يريدون من كل دول الإقليم أن تكون دول تابعة وليس مستقلة، إن كانت إيران، إن كانت تركيا، إن كانت مصر، إن كانت المملكة العربية السعودية، يريدون الجميع أن يكون تحت هيمنة الطرف أو الطرف الآخر. وأنا برأيي هذا سيؤدي إلى يعني إلى من الممكن انخفاض المشاكل التي تقوم بها عصابات إرهابية في المنطقة، ولكن سينقل المنطقة إلى إمكانية حرب كبيرة بين دول باستعمال صواريخ عبر القارات، باستعمال بطاريات الصواريخ التي يشتريها الجميع. يجب علينا أن لا ننسى أن المملكة العربية السعودية أعلنت عندما كان هناك مشكلة في العلاقات الأمريكية السعودية، أعلنت المملكة أنها ستشتري منظومة صواريخ S-400، وقطر أعلنت كذلك أنها تريد شرائها. إيران عندها هذه الصواريخ، سوريا عندها هذه الصواريخ. المشكلة أصبحت مشكلة دولية على أرض المنطقة، من الممكن أن تؤدي وتعيد المنطقة إلى منطقة إلى فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الماضي. طيب أرجو التوضيح سيد محمد، أتعني أننا أمام حرب لسمعة السلاح S-400 في مواجهة الباتريوت، ومن ورائها مليارات الدولارات التي تنفق في اقتناء المنظومتين؟ يعني اولا يعني دعني اقول ان يعني ثمن هذه المنظومه التي اشترتها تركيا مثلا اظن 3.5 مليار دولار لا تعني شيء يعني ماديا، ولكن انا برايي الهيمنه على المنطقه عندما يكون التسليح من دوله تصبح تبعيه للبلد الذي اشترى هذه الاسلحه له تبعية على تلك الدولة، على روسيا مثلا، على يعني الدول التي عندها تسليح، إسرائيل مثلا تسليحها كله من الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك صحيح. يعني هناك تبعية، مضطرون أن يكونوا ويذعنوا لما يطلبه بائع السلاح. هناك اتفاقيات بيع السلاح، ليس فقط أن يبيعوا قطعة السلاح وينسوا عنها المال. هناك طبعا اتفاقية طبعا. تلزم
لا غير ذلك تلزم الطرف المشتري كذلك بعدم استعمال هذه الأسلحة ضد دول حليفة للدولة التي باعت الأسلحة، إن كانت سوريا، إن كانت تركيا، أو إن كانت إيران، أو المملكة العربية السعودية. طيب سيد هشام جناي ضيفنا في إسطنبول، عندما حذرت واشنطن تركيا من المضي قدما في صفقة الاس 400، فاجأنا الرئيس التركي وقال لن نتراجع عن صفقة الصواريخ اس 400، بل ندرس أن نقتني الاس 500. يعني ما كل هذا التصعيد من جانب الرئيس التركي تجاه ترامب؟ يعني مثل ما ذكرت، يعني الرئيس التركي لا يريد أن يفقد كل أوراق الضغط على الولايات المتحدة، لا سيما تعرف بأن وسائل الضغط للولايات المتحدة أكثر بكثير مما تمتلكه أنقرة. يعني السلاح الاقتصادي سلاح كبير، يعني تمارسه وتستخدمه الولايات المتحدة منذ أكثر من عام على الاقتصاد التركي. العملة تدهورت أمام الدولار، الاقتصاد فرض على السلع التركية وعلى ضرائب إضافية. كل هذه الأمور يعني تصب في مصلحة الولايات المتحدة في هذه المراهنات. لكن الاس 400 هي الورقة الوحيدة الآن التي تمتلكها تركيا، لا تريد أن تخسرها بأي شكل من الأشكال دون مقابل طبعا. لكن حقيقة يتم تداول شيء واحد في الكواليس السياسة التركية، وهو أن أنقرة ممكن أن تجد حل أو تتراجع عن هذا الموقف مقابل يعني تراجع الولايات المتحدة عن دعم التنظيمات الكردية في شمال سوريا، وممكن أن تجد حل كبيع هذه المنظومة بعد اقتنائها. يعني تركيا ممكن أن تزود دولة ثالثة. وهل ستسمح موسكو بذلك؟ يعني هذه الأشياء الآن يتم تداولها في أنقرة، يعني يتم الحديث عن إيجاد حلول لهذه الأزمة إن شئنا أن نسميها، كإيجاد حل وسط لهذه المشكلة. لكن فيما يتعلق بالشق المتعلق بروسيا، طبعا بطبيعة الحال روسيا تريد أن تكسب تركيا كحليف استراتيجي لها لتوسع رقعة التأثير. يعني أنت تتحدث عن تركيا الدولة الاستراتيجية المحاذية لسوريا، وهي أيضا منطقة نفوذ لروسيا. فأعتقد بأن هذا الرهان بين الولايات المتحدة وروسيا هو الذي يجعل أنقرة الآن تتخبط بعض الشيء في رسم استراتيجية واضحة في سياساتها الخارجية. هشام جناي الكاتب الصحفي كنت معنا من إسطنبول، فشكرا لك. وكذلك نشكر الخبير في شؤون الشرق الأوسط محمد عويز، كنت معنا من واشنطن. وشكرا لكم على المتابعة. على رأس الساعة وقفة إخبارية على شاشة الغد، فابقوا مع الغد.